بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالأمس قرأنا شيئا أو ما تيسر من غزوة بدر الكبرى، كيف كانت تلك الليلة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يقول نعم، قام يصلي إلى جذع شجرة ويدعو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أصبحوا أقبلت قريش فلما أقبلت واصطف الفريقان مشى بعضهم إلى بعض أن يرجعوا، فقد نجى الله القافلة. فمن هؤلاء المشاة الذين مشوا وسعوا؟ من هم؟ من يقول؟ خالد ذكر هذا، ابن القيم من يقول؟ صحيح، حكيم بن حزام، ومن؟ وعتبة بن ربيعة. من الذي أبى ذلك؟ أبو جهل، ويعني أبى أبو جهل إلا أن يقيمها حربا، فدارت الراحة على رأسه. سبحان الله، جاءت على رأسه رسول الله. طيب، أبو جهل أمر رجلا من أصحابه أن يكشف عن استه وأن يصرخ وأن يقول وعمراه. فمن هذا الصارخ؟ لا، ضمضم الذي بعثه أبو سفيان إلى مكة يصرخ في مكة، لكن هذا في المعركة. فصوتك أخو عمر. صحيح، أخو عمر ابن الحضرمي، من البلاد صح؟ من بلدك. طيب، أحسنت، أخو عمر ابن الحضرمي. عند ذلك نشبت الحرب، فماذا فعل الأصحاب برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو عبد الرحمن، بنوا له عريشا، وكان معه في العريش أبو بكر. ومن الذي قام بحراسة العريش؟ أنس. من الذي قام بحراسة العريش؟ من هو؟ معاذ. نعم، سعد ابن معاذ رضي الله عنهم جميعا. خرج المشركون وطلبوا المبارزة، فمن الذي برز للمبارزة من المشركين؟ نبيل. ها؟ الوليد بن عتبة واحد، وشيبة ابن ربيعة، ومن؟ وعتبة ابن ربيعة. خرج إليهم ثلاثة من الأنصار،
بحري لا قبل قبل. طيب ابن ناجي لا قبل يعني خرج إليهم عبد الله بن رواحة صح، ومن صحيح وعوف ومعوذ ابن عفراء. فماذا قال المشركون، ماذا قال المشركون لهم؟ أبو البراء ما حضرت الأخ عبد بن صالح قالوا أكفاء كرام، أكفاء أو أكفاء وأكفاء عميان لا يستقيم، أكفاء كرام، إنما نريد بني عمنا. فماذا قال النبي؟ إنما نريد بني عمنا، هؤلاء من الأنصار، نريد من المهاجرين القرشيين. فندب النبي من عند عم يحيى، ندب النبي عليا ومن وحمزة ومن وعبيدة ابن الحارث. فما الذي حصل عند المبارزة؟ الله أكبر الله أكبر. ما الذي حصل؟ أبو هارون علي قتل خصمه، وحمزة قتل خصمه، ثم رجع إلى خصم عبيدة، إلا أن السيف رجع عليه وجرح رجله فمات بسبب هذا الجرح رضي الله عنه. طيب هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم، في من نزلت حازم، في من نزلت أبو علي، نعم نزلت فيهم في المتبارزين في يوم بدر. لما حمي الوطيس واشتد القتال اشتد النبي في الدعاء والابتهال، حتى قال أبو بكر مقالته المشهورة، فماذا قال؟ صحيح، قال كفاك بعض مناشدتك لربك فإنه منجز لك ما وعدك، أكثر من الدعاء والمناشدة حتى سقط الرداء من عاتقه ومن على منكبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حصل النعاس للصحابة هكذا أو لبعض الصحابة، ومنهم رسول الله. أقفى النبي صلى الله عليه وسلم إقفاءة واحدة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لما استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفع رأسه ماذا قال؟ ماذا قال؟ صلوات ربي وسلامه عليه. أبو الربيع هذا جبريل الله، أو قال قبل ذلك أبشر يا أبا بكر
هذا جبريل على ثناياه النقع، نزلت الملائكة. لما نزلت الملائكة ما الذي حصل مختار أبو سفيان؟ المشركون أداروا أكتافهم، فصار المسلمون يرفعون السيوف قتلا وأسرى، هكذا قتلا وأسرى. قتل المسلمون من المشركين أبو عبد الله قتلوا 70 وأسروا 70، 70 عدد هائل. سبحان الله، سبحان الله. قريش لما عزمت على الخروج ماذا عمل معهم إبليس لعنه الله؟ ماذا عمل معهم إبليس أخ سلطان؟ قريش خافت من؟ من بني كنانة. فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة، فقال أنا جار لكم، يعني كما ذكر ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أنه قال إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. اجلس. إني أرى ما لا ترون، أرى ما لا ترون، صدق أم كذب في قوله أرى ما لا ترون؟ علي إبليس لما قال أرى ما لا ترون صدق أم كذب؟ صدق. وفي قوله إني أخاف الله كذب، هو كذوب، صدق وهو كذوب، هو كاذب. المنافقون ماذا قالوا وماذا ظنوا؟ ماذا قالوا؟ غر هؤلاء دينهم. سبحان الله، حدث موقف عجيب لعمير بن الحمام. ما هو هذا الموقف؟ ورسان طه، كان في يده تمرات، فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن. قال وما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال لا يا رسول الله، إلا رجا أن أكون من أهلها. ثم أخرج تمرات كن في قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات. من هو أول قتيل قتل في هذه المعركة؟ طاهر، أبو سفيان، من هو؟ عمير ابن الحمام رضي الله تعالى عنه. نعم، عمير ابن الحمام. الملائكة نزلت، العباس من الذي أسر؟ من الذي أسر العباس؟ ملك، الله أكبر. جاء به رجل من المسلمين يقوده، لما جاء به قال هذا أسيري. قال لا. ثم قال أبو سفيان
رضي الله عنه قبل أن يسلم قال لم يأسرني هذا. العباس، نعم العباس أقصد، لم يأسرني هذا. فقال النبي للصحابي اسكت، أيدك الله بملك من ملائكة الله. وقد وصف الملك، وصف الملك يعني وجهه لم يرى مثله، وخيله صفتها كذا. قال لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. قال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. قال اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. سبحان الله، بملك كريم. من الذي استفتح بقول الله تبارك وتعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؟ أبو علي، أبو جهل، سبحان الله، وأتى بما أتى به، وكانت الدائرة تدور عليهم. طيب أين وصلنا؟ وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال الإمام ابن القيم وانقطع يومئذ سيف عكاشة، سيف عكاشة بن محصن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، عودا من حطب، فقال دونك هذا خذه. فلما أخذه عكاشة وهز، عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض، فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر. هذا مذكور بغير سند، هذا من المعاضيل. ولقي الزبير عبيدة بن سعد، عبيدة ابن سعيد بن العاص، وهو مدجج في السلاح لا يرى منه إلا الحدق، فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه فمات، فوضع رجله على الحربة ثم تمطى، فكان الجهد أن نزعها وقد انثنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاه إياها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان فأعطاه إياها، فلما قبض عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير وكانت عنده حتى قتل. الحديث في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري. والزبير، الزبير له مواقف عظيمة وبطولات نادرة، ومنها هذا الموقف، يعني هذا الرجل المشرك عبيدة بن سعيد بن العاص مدجج بالسلاح، فتلك الحربة بعض السلاح يكون قويا فتاكا، طعنه في عينه فقتله، فاضربوا فوق الأعناق أي مكان، في العين، في الأنف، في أي مكان،
واضربوا منهم كل بنان. فصارت هذه الحربة عند رسول الله ثم إلى الخلفاء ابتداء بأبي بكر وانتهاء بعلي، ثم عادت وطلبها عبد الله بن الزبير. وقال رفاعة ابن رافع: رميت بسهم يوم بدر ففقئت عيني، فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء، فما آذاني منها شيء. الحديث فيه كلام، والنبي له معجزات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. سبحان الله، أحيانا النصرة تأتي من مكان بعيد والخذلان من أقرب الناس. انظروا مثلا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءته النصرة من أين؟ من النجاشي. أين النجاشي؟ الحبشة، في مكان بعيد. وجاءه الخذلان من أبي لهب، من عمه، من أقرب الناس إليه، من عشيرته، من قريش. الأمر لله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. انظروا إلى خديجة وكيف كان موقفها، انظروا إلى بعض أقرباء النبي. هذه حكمة، الله جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد. قال: ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب، أخرجتهم المنايا، وركبوا على المطايا، وجاءوا فسقطوا وسحبوا إلى القليب. تلك الأبهة، أين الطعام؟ أين الخمر؟ أين يعني الهيلمان؟ وماذا قالت العرب؟ سبحان الله، البغي يعود على صاحبه: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. قال: ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر، بئر لم تطوى، لم تبنى بالحجارة، فطرحوا فيه، ثم وقف عليهم فقال: يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر ابن الخطاب: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا. الحديث الأول: يا عتبة، يا شيبة، يا فلان، يا فلان، أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك. هذا تبكيت لهؤلاء، لكن مرت معنا فائدة، من يذكرها وعند أي آية؟ تلك عقول أضلها الله. تذكر؟ من يذكر التفسير؟
قال بعضهم لعمر بن العاص: أنتم وأنتم وأنتم، كيف، أين ذهبت عقولكم؟ ها؟ ما هو خالد؟ لا، مرت معنا في تفسير القرطبي فقال: تلك عقول خذلها الله. صحيح، قال: تلك عقول كادها الله. من؟ لا، ذكرها يعني القرطبي. الشاهد: هؤلاء الدهاء، هؤلاء الكرماء الأقوياء، أصحاب الجوار وأصحاب البيت، انظروا كيف صاروا جيفا في القليب. ما الذي أوصلهم إلى ما أوصلهم إليه؟ الكفر. خرجوا من مكة وأراح الله البلاد والعباد منهم، وجاءت الأنصار وحلت محل هؤلاء، ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال: ثم ارتحل مؤيدا منصورا، صلوات ربي وسلامه عليه، قرير العين بنصر الله له، ومعه الأسرى والمغانم. فلما كان بالصفراء، يعني الآن تذكرون الصحابة لما يعني أرسلوا ووجدوا غلامين لقريش، كان الصحابة يعني يفكرون في أبي سفيان وفي عير أبي سفيان. النبي يصلي والصحابة يحاكمون هذين الغلامين. الغلامان سقاه لقريش، فإذا سألهم الصحابة وقالوا: نحن لقريش، وقريش خلف هذا الجبل يعني في العدوة القصوى، وعددهم كذا، ضربوهما، وإن كذب وقال نحن لأبي سفيان تركوهما، هناك أمل، ما زال الأمل على العير، على الألف البعير. طيب، المقولة لعمرو بن العاص في تفسير القرطبي، أين، عند أي آية؟ أظن في سورة الأنعام. أين؟ نعم، انظر الآية 136. نعم، قالها عمرو بن العاص رضي الله عنه، نعم، وفقه الله ومن عليه بالإسلام. أن غير الشوكة تكون لكم. صحيح، الإنسان الأمر لله، والله جل وعلا ابتلى هؤلاء بهؤلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هؤلاء الجبابرة، هؤلاء أصحاب الأموال العتاة الطغاة، ساقهم الله وجمعهم إلى بدر، فصاروا بين أسير وقتيل وجريح، وأخذوا الأموال، ما أعظمها من فرحة. طيب، انظروا، نعم، في تفسير القرطبي عند قول الله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قال: وقد روي أن رجلا قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور أحلامكم عبدتم الحجر. فقال عمرو: تلك عقول كادها باريها، كادها باريها.
انظر إلى بعض الكفار دهاه عباقرة، يعني تقدموا وصنعوا في مجال الدنيا، لكن إذا نظرت إلى حاله في العبادة يعني حيوان من الدرجة الأولى، يبين عقله هذا. يعني يعبدون مثلا شجرة أو حجرة أو بقرة، بل والله أنهم يعبدون فرجا، يعني في سيلان سريلانكا، في يقول أخ فرج امرأة في الجولة يعبد. أين هؤلاء الجهلة؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، مع أن عندهم تقدم وصناعات، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال: فهذا الذي أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الإسلام وأبطله الله ببعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان من الظاهر لنا قال فكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لا يظهر وننساه حتى لا يذكر. والقرطبي رحمه الله لو سلم من التمشعر فتفسيره تفسير. القرطبي أيضا: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله. نقرأها، عبارات جميلة. قال رحمه الله تعالى: ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له، ومعه الأسرى والمغانم. فلما كان بالصفراء مكان قسم الغنائم، وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة أو ابن كلدة، ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له المدينة وحولها. أظن في المدينة هنا بعض الكلمات ربما تسقط. فأسلم بشر كثير من أهل المدينة، وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا. وانظروا، أول معركة غزاها النبي بالنسبة للعرب هي أول معركة بدر، وآخر معركة هي معركة حنين، صح؟ ها؟ من؟ الكلام على العرب أو في الجزيرة، ها؟ غزوة حنين. فانظروا إلى أول غزوة وإلى آخر غزوة. نعم، حصل بينهما شيء كما حصل في غزوة أحد وما حصل، وتأتي مواقف فيها تصفية. طيب، قال القرطبي رحمه الله عند قول الله: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، وقيل لعمر بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ فقال: تلك عقول كادها الله، أي لم يصحبها بالتوفيق. ترى بعض الأذكياء منحرفا، وبعض البلدى تقيا، وخير
ما يتحلى به المسلم ولو كان ضعيفا فقيرا بليدا؟ التقوى. قال: وجملة من حضر بدرا من المسلمين 315 رجلا، من المهاجرين 86، ومن الأوس 61، أظن من الأوس، ومن الخزرج، لا صواب، من المهاجرين 86، ومن الأوس 61، ومن الخزرج 170. وإنما قل عدد الأوس عن الخروج وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة، وجاء النفير بغتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا، فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم فأبى. الحديث رواه مسلم من حديث أنس. ولم يكن عزمهم على اللقاء ولا أعدوا له عدته ولا تأهبوا له أهبته، ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال الله: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. الأمر لله. واستشهد من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين، و6 من الخزرج، و2 من الأوس. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال. نعم، انتهى وانتهت المعركة في شوال. سبحان الله، هذه تعتبر من معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.